قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون يجادلون في آيات الله أنى يصرفون يجادلون في آيات الله أنى يصرفون يجادلون في آيات الله أنى يصرفون
أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون 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 من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بآية إلا بإذن الله بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون 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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون
وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وآثارا في الأرض فما أغني عنهم فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون